السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا في قناة عالم منال. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم طاجين بالسمان بالبصلة والزبيب بطريقتي الخاصة. غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت، وكنتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بالنسبة للطريقة، كناخدو الطاجين كنديرو فيه زيت الزيتون واحد شوية، 3 المعالق 4 المعالق أو الزيت النباتي، كنوضعوه فوق النار حتى كيسخن. كنضيفو عليه بصلة واحدة مقطعة قطع صغيرة مع فصان من الثوم، كنخليهم يتقلاو. ملي كيبداو يتقلاو في الزيت كنضيفو السمان. بالنسبه للسمان انا غسلته ديجا بالملح وبالليمون ثم بشويه ديال الزنجبيل، كتغسلوه بطريقتكم الخاصه. ثم كنضيفو التوابل، عندي فلفل اسود، قرفه، زعفران، زنجبيل، الكركم، ثم الملح. بالنسبه للزنجبيل هنايا انا درت زنجبيل طري، تقدروا ديروا الزنجبيل بودره. كنضيفو التوابل على السمان وكنحركو، كنجانسو التوابل مع هذاك السمان. ثم كنخليه يتقلى مزيان فهاديك التوابل، وكنضيفو شويه ديال الماء باش ما تحرقش لينا، باش التوابل ديالتنا ما تحرقش. وكنبقاو نحركو السمان على الجوانب ديالو كامله باش يتقلى مزيان. كيف ما كتشوفوا راه دورتو على الجوانب كامله وراه تقلى من جميع الجوانب. كنضيفو القزبر والمعدنوس، معلقه قزبر ثم ملعقه معدنوس. كنضيفو بصله واحده كبيره مقطعه شرائح، الا بغيتي ديروا بصلتان اللي كتعجبوا البصله بزاف يقدر يزيد الكميه شويه. ثم كنغطيو الطاجين تقريبا واحد دقيقه. شويه كنضيفو ليه شويه ديال الماء في الجوانب، ما نكبوش الماء فوق السمان. وهنايا النار كنكونو مهدين النار، يعني نار هادئه. كنجيبو الزبيب ديالنا اللي كنكونو ديجا درناه في الماء لمده نص ساعه، كنغسلوه مزيان وكنحطوه فوق السمان وفوق البصل بهذه الطريقه. ثم كنرشو طاجين بشويه ديال الملح، ثم شويه ديال القرفه. وكيف ما قلت لكم النار هادئه دائما، الطاجين كيبغي نار هادئه باش يطيب على خاطرو ويجي محمر. كنغطيوه مره مره، كنطلعوا عليه نشوفوه لا يكون نشف، الا نشف كنضيفوا شويه ديال الماء. دائما ما تكتروش الماء، انا هنايا راه ما ناشفش، راه داك البصل كيطلق الماء ديالو. يعني صافي كتخليوه حتى كيطيب، خدا ليا تقريبا ساعه. انا خليته هنا تحمر مزيان، الا ما كتعجبكمش يكون محمر بزاف تقدروا تخليو فيه شويه ديال لاصوص، يعني ما تنشفوهش بزاف. بهذا الفيديو ديالي سالا، كنتمنى يعجبكم. الى عجبكم كنتمنى ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.